أخذ التعذير من الخروج أمام فريق أولمبيك خليجة في كأس العرش، 10 نقاط بعد 5 دورات، يعني ربما مسيرة موفقة لحد السنة من الآن بالنسبة للفريقين. صح، نعمة. نظن 10 نقاط في 5 مباريات، يعني على نقطتين كل مباراة، هي جد إيجابية. يعني باش نبقاو مع على الأقل مؤقتا مع الفرق اللي يكونوا الفوق. انا راضي اليوم على لو روندمون كوليكتيف تاع الفريق. سي اون فيكتوار سوليتير لان تعبنا يعني عليها، وكان فيها فأر رياضي يعني الحق، لكن لعبنا ضد فريق جد منظم وفريق ممتاز اللي هو فريق خريف. شكرا.